السلام عليكم اخوان، صباح الخير. اليوم يلا معايا نضرب واحد الدويره ان شاء الله لبنت مولاي بوسلام، نشوفوا كيفاش دايره. ما عمري ما مشيت لها بيكالا ولكن ان شاء الله نحاول. كاين عندنا 150 كيلومتر فاصله جوج. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. والتوقيت حاليا 9:16 دقيقه ديال الصباح، هي 10:16 دقيقه. كما كتشوفوا حاليا كنطلق مدينه بلقصيري. الجامع هو مورايا كما كتشوف، هذا هو الجامع، هذه الضفره ديال بلقصيري، هذه بلقصيري الاخوان. صراحه انا الاخوان بعد مره ما كنعريش الكاميرا من الكاش ديالها، لان الصوت ما كيكون ريح ما غيتسمع الصوت ديالي مزيان. دابا ما عرفت الصوت واش مسموع ولا ما مسموعش، نتمنى الصوت يكون مسموع باش ندخل الكاميرا في الكاش ديالها ان شاء الله ونكمل الطريق. رحله ممتعه الاخوان، وما تنساوش تشجعونا بلي لايك، وتشجعونا بلي فهمتي تبارطاجيو الفيديو، ولا كنتي جديد في القناه يعني دير ابوني. وهادشي اللي كاين الاخوان، والله يرحمكم والدين، لان صراحه كاين بعض الاخوان تيحفزونا وتيشجعونا على هذه الهوايه هذه. وهذه الهوايه راه زوينه صراحه، كتخليك تشوف بزاف ديال المناطق. وحنا كنحاولوا نسجلوا بعض المرات فيديوهات هكا، الاخوه اللي خدامين ولا ما كتاحش لهم فرصه انهم يديروا هذه الهوايه هذه كيحاولوا يتمتعوا معنا بها. او لو كانت مثلا عندك هوايه سابقه وانقطعتي منها ولا شي حاجه، حاول ترجع لها لعندك الوقت. صافي، لان صراحه الريح كيكون هنا بزاف، وداك الشيء علاش نتا اليوم بكري ما كنتش غادي ندير الطريق هذه. ولكن الحمد لله كل نهار ورزقه، وكتبقى دائما يعني الانسان كيتفائل بالخير وهذه، والحمد لله كاين تفاؤل. صراحه هاد الطريق هذه كما كتكون مملوءه بالرياح القويه، يعني كتدفع صاحب الدراجه الهوائيه، يعني كدير شويه بعض العراقيل، ولكن الحمد لله ان شاء الله تيبان لي الريح ساكر شي شويه، كاين شويه ولكن الريح ساكر. وهنا بالنسبة للطاكسيات أو الطوموبيلات ديال الناس اللي في الغرب هنايا، صراحة ما كيحترموش شوية قانون السير، كيعمرو الطريق بزاف ويشدوك الطريق ما يخليكش تمشى كاع. يعني الإنسان هنا راه ما ردش البال ديالو، إلا قدر الله يقدر يدير كسيدة هنايا. الناس مولفة يعني على خاطرها وداكشي، يعني ملي كيدخل لعندهم أنت ما غاديش تسوق معاهم صراحة. غتبقى ديما معصب. أصابح الريح شوية، والله إلا كاين الريح بالله. دابا المشكلة الإخوان عندي 56 كيلومتر وكلها ريح، راه ما غادي نوصل حتى نتقادا. هما بالهيرة مزيانة من ليما تقريبا هنا، درت هنا حيت مع الريح نقدر 56 كيلومتر، أنا نقدر ندير 3 سوايع ولا 4 سوايع، ولكن من الهيرة نقدر نوصل بالزربة. انا غنصو داك الساعه وناس جوج سوايع كاع الا طولت بزاف، لان الريح معايا من الليل، ولكن الحمد لله ان شاء الله ما يكون على خير. غنزيد شويه السرعه باش نكسبو شويه الوقت. تحية للعائلة ديالي والأصدقاء اللي كيتابعوني من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكنشكر كل أخ ولا أخت يعني يدعمني ولا بارطاج الفيديو. هادشي اللي كاين الإخوان، وسمحوا لي إلا ما كنتش كنهضر في فيديوهات بزاف. صراحة الله إلا الجو رائع، الريح ما كاينش، كاين شوية ولكن الحمد لله مزيان. وشكرا الاخوه اللي بعد المرات كينصحونا، كيقول لك حكا راه مثلا خاص تغير الوضعيه ديال الكاميرا، ولا كيخليونا شي تعاليق زوينين. ها انت عمر لي الطريق. ها واخويا ابقى تخلي ميتر الناس اللي بغاو يدوزو من جلبك ولا بغاو يدوبلو، انا كتشوع قدام. الطاكسي جيت للطريق، الله
البلاصه اللي غندوز منها هو يعمر لي الطريق. واحد الكاميرا تي خاويه شويه من الشاش نشارجيها، نتمنى الكاميرا تشد لي شويه باش نبقى نشد في مقطع الطريق. واليسانس ديالكم شربوه، والله من عندي انا اللي غنشربوه بالله. ها هو هرهار الاخوان، هذا الواد هذا كيسمي واد هرهار. الاخوان كيكون الكاميو تهزين القصب الحلو ولا الغبار. هنا كما كتلاحظوا كما كتقول البلاصه، حنا كنقول حنا الشريوات، انتم كتقولوا لهم كرارت. هنا موجودين في الغرب، موجودين بزاف. ها الريح دابا ولا ضبي شويه. ها اللي قالت عيشه في الراديو دابا. يعني ما غتوصل للسوق الاربع، بدا تحيد لك شويه السوق. هذاك الساعه من السوق الاربع غتبقى لي واقيلا شي 36، يعني 36 37 كيلومتر، لان كيقول لك من بالقصيره للسوق الاربع كاين 15 كيلومتر. هذا مسكين الهبيله ديال مسكين ديما هاد الصندار، والله مسكين ديما هاد الصندار كيتمشى للصندار. هذاك النهار طالع على السوق الاربع لقيتو مسكين هاد الصنداله كيتمشى بالصنداله. الا كنحمقوا البشر الله ياخذ فيهم الحق، الا ما عند الله الانسان معدو ما يدير، الانسان يحمد الله ويشكره.
هاد البلاصه الاخوان تيكون فيها الكلاب مع المعمل ديال البوطات هنا. الله يدير الشاو الخير وصح. وعقبه هذا والله الا عقبه شويه كان واحد العقبه طالع. سيارة البلعه مع الكلاب دابا. ولا بس ما كاينينش الكلاب هذاك النهار انا لقيت الكلاب. الاخوان دابا قربت السوق الهرب غنطلع داك العراه هي بهاد الطريقه هادي غنطلع فوق واحد السكه ديال الماشينه. انا وصلت للسوق الهرب غنمدين السوق الهرب هاهي. نتمنى تكون كتبان لكم في الكاميرا. صراحة الطريق زوينة من السوق الهرب على الرجوع لبلاد قصيري ولا مولا بسلام كيكون الريح معاك كتكون مزيان كيكون مزيان القضية. لكن من هنا خويا اش غنقولكم اخوتي والله اخوتي كاين تعب بالله كاين تعب وكاين الريح كيصوت هكا يعني معاك غربي نيشان اون فاس معاك كون كان غاجن كون راه